اتفضل. لو في مثلا طبيب مثلا عنده عياده بس ما عندوش مثلا امكانيه ان هو يعمل صالتين، صاله للنساء وصاله للرجال، هي صاله واحده مشتركه بين النساء والرجال، فهل مثلا يأثم من ذلك او في عليه ذنب او كده؟ يعمل فاصل، ممكن يعمل فاصل ولو بستارة خشب بس يستر على لو المساحة. لو المساحة صغيرة مثلا ما تسمحش، يعني المساحة صغيرة يعني نجيب لوح خشب كده، يعني انتوا بتسموه ايه اللي بتفتح وتقفل؟ كرفان ولا ايه زي ما تسموها، بس فاصل سترا. يعني امك انت موجودة واختك موجودة وزوجتك موجودة وشامك شوف امامها رجل فحل، تحب يبصلها ولا تستر؟ بس خليك عندك حياء شوي.